الاهلي بيحاول يوصل لاتفاق مع اجاي، اجاي معزلق شويه او يعني ايه متنشن شويه في الامور اللي زي دي، وما فيش مشكله خالص، هيتم حسم الامر ده لاحقا وقت ما يبقى فيه اي جديد من ناحيه اللاعب. لكن النادي الاهلي بيعمل كل اللي عليه مع لعيب اداله كتير على مدار 5 6 سنين فاتوا، يعني من 2016 اجاي مع النادي الاهلي حقق انجازات كتير وكان لعيب مهم بصراحه. فالعلاقه هتنتهي بشكل جيد، ده امر مؤكد. مناوشات مثلا من ناحيه اجاي كمان، ده كل واحد بيدور على حقوقه عادي جدا، لكن لحد اللحظه اللي بتكلم فيها مع حضراتكم مفيش اي جديد بخصوص جونيور اجاي. طيب المدرب العام في النادي الاهلي كل شيء وارد، ممكن يبقى فيه مدرب عام